رمضان في ناس عاوزينك بره. ناس مين؟ واحد زميلك في الشغل اسمه فؤاد. ده عايز ايه ده؟ جاي ومعاه واحد اسمه الحاج زكريا، الظاهر ان ده الراجل بتاع الاجهزه. يجوا من غير ميعاد كده؟ يا ترى في ايه؟ لما تطلع شوف لاخويا في ايه. طب بقول لك ايه؟ اعمل لنا شاي على ما اشوف ايه الموضوع. طب يلا. ربنا يجعل كلامنا خفيف على قلبه. يا رب. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. لك حاج. فؤاد. ازيك يا استاذ رمضان؟ اتفضل. لا مؤاخذة يا ريس، احنا جينا من غير ميعاد يعني، تليفون حضرتك مقفول من بدري. ما انا قافله عشان كنت نازل اصلي التراويح. معلش بقى. كويس انك زرتوني في البيت. الشاي يا ولاد. حاج. تتكلم انت يا حاج ولا اتكلم انا؟ اي حد، الموضوع بسيط ان شاء الله. اتفضل يا حاج. والله يا استاذ رمضان انا مكسوف منك جدا. لا يا راجل، ده كلام، ده انا اللي مكسوف منك بعد اللي عملته معانا، مش كده ولا ايه يا فؤاد؟ طبعا. كلم انت يا فؤاد. والله مسألة بسيطة يا ريس، هو الحاج عنده عمارة في شارع العشرين تبع الحي عندنا يعني. مالها العمارة؟ فيها شوية مخالفات والمهندس بتاعكم طلع فيها القطط الفاضية. وبعدين؟ الحاج دافع لحد دلوقتي 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله. وجاي له ازاله الخمس ادوار، ينفع كده يا ريس؟ لا طبعا ما ينفعش. مطلوب مني ايه يا حاج؟ حضرتك عارف المهندسين بقى؟ المهندس احنا ظبطناه. ناقص بس توقيع حضرتك كده على الورق عشان يبقى كله تمام. شكي على الشاي يا سعاد. انفذ منك له كده بقى وريني طولته. في يا استاذ رمضان؟ في مصيبة سودة على دماغك ودماغ اهلك. مش انا اللي ارتشي يا حبيبي. وفي بيتي وفي رمضان. طب ما تيجي ناخد لنا كاسين خمره مع بعض. ما ينفعش كده يا ريس، احنا في بيتك ما حصلش حاجه كل ده. لا حصل يا اخويا. يا سعاد تعالي لهم. ايوه يا اخويا. نعم. جاي لي الواد وليد ومعاه شويه عيال من صحابه، اطلع لي بسرعه. حاضر، بس لو تفهمني فيه. مالكيش دعوه فيه، انا اللي عفاريت بتتطط تطب خلقتي. حاضر. امشي. حاضر حاضر. هي يا ريس، انت حجب ابنك وصحابه ضربونا ولا ايه؟ يلا بينا يا استاذ فؤاد من هنا. ما حدش هيتحرك اخويا من مكانه. يلا سعاد خلصينا ده العيال. يا واد يا وليد اطلع معاك العيال، ابوك يتخانق. 30 سنة وانا بخدم في الحي، ما حدش اتجرأ وجي يقدم لي رشوة ببيتي. تعملها انت يا فؤاد. خلاص يا استاذ رمضان احنا عارفين. انت ما تتكلمش خالص، تخرس وتقعد زي الجزمة. ده انتوا لولا انكم في بيتي كنت بلغت عنكم ودخلتكم السجن دلوقتي. دي جريمة يا اخوانا، جريمة يا فؤاد. ولا انت مش عارف انها جريمه؟ خلاص يا قولي. قولي لو هي مش جريمه قولي. خلاص يا ريس احنا اسفين، كاننا ما قلناش حاجه، عايزين نمشي. نمشي يا اخويا، انا هوريكوا هتمشوا ازاي. امال قولي بس. يا انت ابعد عنها، خش على جوه، في ثلاجه وغساله وبوتاجاز، شيلهم انت وشويه العيال دول ونزلهم في الشارع تحت. اجري. يلا يا واد اسمع كلام ابوك. يلا يا واد انت هتصورني انا. خش. يلا يا رجاله. اتفضل يا حاج. اتفضل لما اجهزتك اللي ربنا يعلم انت جايبها منين. اتفضل يا حاج. مش انا يا اخويا. ها مش انا. اتكل على الله. يلا يا عم الحاج. يلا يا حاج. يلا. مع السلامه يا حاج. يلا. انت حجيت فين يا حاج؟ حجيت في تل ابيب. ثلاثه بالله العظيم. وما انت دينا انا هجيبها ازاله كليا كليا. وانت فؤاد مكتوب في المذكره بكره رئيس الحي. يا اخويا هدي نفسك. الحاج هيجننوني يا سعاد. معلش يا اخويا هتقع من دورك. لا حول ولا قوة الا بالله. والمصحف ده حد عامل لي عمل وعمل اسود ومهبب بالنيل على دماغي بقى. القمطريت ومراية السفرة تقعد تتكسر 100 حته.